هلو ويلكم مع الفاشن فويس، معي انا هادية سنو. انا هادية سنو صار لي فتره طويله بعالم الموضه، وفاشن فويس بودكاست رح يخليكم اب تو ديت بكل شيء عم بصير بعالم الموضه، جمال، التجميل، الاناقه، الرشاقه، كل شيء بدكم موجود بالفاشن فويس. واهم شيء كل واحد منكم عم يتفرجوا علي لازم يكون عندكم الفاشن فويس تبعكم. اليوم بالفاشن فويس رح اخبركم اكثر واكثر عن شو هن الاشياء الدارجة حتى تكونوا باحلى طلي. الالوان هالموسم الاسود، الابيض، البيج، الاوف وايت، يلي برجعونا للالوان الارضيه. واذا كنا من الاشخاص يلي منحب اعتماد الالوان الكتيره مثل اللون الاحمر يلي هو must have، فيكن تعتمدوه. بعدين نرجع للون الأخضر، اللون الأزرق، اللون الأصفر، لون الفوشيا، الزهر. وبحب ذكركن كمان من الألوان اللي كتير دارجة الألوان الباستيل. هون منروق شوي، نبعد عن الأشياء اللي كتير سرعة وكتير مجنونة. بس أهم شيء برجع بركز لازم يكون عندكن الفويس تبعكن فاشن فويس. شو هن الأشياء must have؟ الألفين كان الرجوع لفترة التسعينات والثمانينات بنفس الوقت، بس لكن هلا منلاحظ ان الرجوع على كل شيء مينيمال. كل ما كان الاشياء مينيمال، كل ما كان الاشياء نعمه، كل ما كنا على اخر موضه. كمان منلاحظ الاوفر سايز مثل ما انا لابسه، كل ما كان اوفر سايز مثل التسعينات كل ما بنكون على الموضه. بس اهم شيء نركز على الباور دريسنج، يا اما الباور سوتينج، سوت تنوره، اما بنطلون مع نايس بليزر فيها تكون اوفر سايز، يا اما قريبه على الجسم. نرجع على الميتاليك، صلنا فتره طويله بنشوف الميتاليك وين ما كان، بس اكيد هون ما بيجي للميتاليك ما علينا الا نعمل الميكس اند ماتش بالاشياء الدارجه. بعدين الميكس اند ماتش هو اللايرنج، كل ما لبسنا اشياء فوق بعضها كل ما كنا على الموضه. والتريكو يا اما النيتنج والحياك، الصوف كتير دارجه، يعني فينا نقول لكم انه عالم الموضه بده يدفع فينا لأقصى درجة. وكمان فينا نفوت بالأجواء الريترو والسيمبل، ريترو شيك. ومنرجع كمان عشغلة وقطعة كتير must have هيدا الموسم، هو التنورة الماكسي، يا أما التنورة الطويلة. تلبسوا التنورة فوق التيشيرت المهضوم مع جاكيت من الجلد، يا أما حتى بليزر. هلأ صحيح اتبعنا الموضة وعرفنا شو هن الأشياء الدارجة، بس في شغلة نحن السيدات منحبها كتير. شو هي؟ ما عم بسمع، هي الأحذية. الأحذية هالسنة في تركيز كتير على الستيتمنت شوز، بس كمان عالم الموضة بده يريحنا. أول شيء في رجوع كتير كبير للبوت يلي فوق الركبة. هلأ إذا كنا طوال ما في أحلى من البوت فوق الركبة. ومين إن الماركيت من إغماس، ستيلا ماكارتني، الويفي، كلها يهتون مركزين على البوتس فوق الركبة، وأكيد غيرهم من ماركيت. وكمان في البايك بوتس. البايكينج بوتس هيد السنة شفناه، بس هالسنة منحسه أنعم من السنة الماضية. في جيمي شو، ميو ميو، فاغابوند، اتش ان ام، حسب شو الميزانية تبعيتكم فيكن تعتمدوا هيدا البوت المميز. وبعدين بنرجع لكل شيء ميتاليك. خبركم بالموضة في اشياء ميتاليك، غير انه التياب بدهم يسفرونا على المستقبل، بس كمان بدهم يفوتونا بالاحذية الميتاليك. وهون بنكون فتنا بفترة التسعينات وكمان بالواي تو كي، لانه الواي تو كي كانت نقلة من التسعينات للألفين. بس بخبركم انه بالألفين وثلاثين كل شيء حيتغير. بعدين بنرجع بننتقل على البوتس مع الشرايط الكتيرة. بعدين الماري جين، الزحف يعني الباليرينا اللي كتير دارجة، مع كمان الماري جين الكعب، الباليرينا مع الكعب. وبنرجع البومب الاسكارفان يلي بيعطي لوك فمنن، وكمان بفوتنا على الثمانينات. المروس هالموسم هو كتير دارج. بعدين كل الأحذية اللي بذكرنا بالستايل الرجالي من الموكاسان، لوفرز، كمان كتير دارج. وكمان كل الأحذية مع البابيون الكبيرة اللي بذكرنا بديور، كمان كتير دارج. بالآخر كل شيء دارج، بس في ترم لازم كل حدا منكم يعتمدوا، buy less
شوز ويل، يعني فيكن تشتوا يلي بتكون ياه بس بطريقة ذكية حتى تعملوا الفاشن فويس تبعكن. وغير شي لازم to make it last، لأنه هالأيام كل شي موجود، بس أهم شي واحد يعتمد ويركز على نوعية الأشياء لتيب، وتعتمدوا الأشياء timeless وبعدين بتزيدوا عليها الأشياء الدارجة. shop smarter بطريقة ذكية، لأنه الجولدن رولز تبع شوب سمارتر هو التركيز على الأشياء اللي بتضاين لفترة طويلة، timeless pieces، classical pieces with a twist. وهيدي بالآخر كل واحد حسب ستايل تبعه. بعد ما ننقي هدول الأشياء الأساسية، يا أما البيسكس essentials اللي بده يكونوا بخزانتنا، فينا نزيد عليها الكيلر بيسز تبع الموسم حتى نكون على الموضة، خاصة إذا كنا نحن من الشخصيات بنحب نكون فانكي ومميزين. وبالآخر كل واحد منا هو ستار، يعني لازم كل واحد منا يكون عنده الفاشن فويس تبعه. في كتير ناس بيقولوا يا الله بس أنا ما عندي الميزانية حتى نقي الأشياء الكلاسيك يا أما الأشياء التايملس. كل واحد منا لازم يركز على النوعية، وأكيد عطول لازم نركز على limited pieces. limited pieces بتنزل كل موسم يا ما بالسنة مرة، وهيدي الشغلة اللي أهم شيء الواحد لازم يركز عليه. بعدين الكوانتيتي ما مهمة، انه ايه انا عندي كتير تياب انا كل يوم بغير قطعة، نو ركزوا على القطع الكواليتي وبتزيدوا عليها الاكسسوار والالوان الكلاسيك اللي كل سنة كل شخص يكون عنده اياها برغزين وبنجددها، هو اللون الاسود، الابيض، الرمادي، البيج، الكمال. وبعدين مننقي الالوان الفلاشي، شو هي الاشياء الدارجة. واهم شيء لما نروح بدنا نعمل شوبينج مش رايحين موترين ومعصبين بس بدنا نفش خلق إنه بدنا نشتري، شو فيكم تروحوا تشتروا بفشت الخلق قطعة واحدة، بل لازم تروحوا انتوا مبسوطين in a good mood، لأنه لما تكونوا in a good mood بتشتروا اشياء تلبق لكم، مش انه انا بدي اشتري بس لانه بدي اطلع حلوة، يا اما شو بدي يقول عني هيدا الشخص. اليوم خبرتكم هيدول الاشياء، بس فاشن فويس حيكون مميز كتير. انطرونا بحلقات تانية. وبالآخر ما في أحلى والواحد يكون عنده الفاشن فويس تبعه، لأنه بالآخر كل واحد منا هو شو الستار.